بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي بيوصل للانتصار ال 13 على التوالي في الدوري. قطر ماشي بياكل اي حد، بس كانت واحده من اصعب المواجهات امبارح قدام نادي بيراميد. اكيد طبعا احنا عارفين العامل النفسي كان له دور كبير مع النادي الاهلي على وجه الخصوص. ليه بنتكلم اول ثلاث مواجهات مع نادي بيراميدز بشكله الجديد السنه اللي فاتت؟ اتغلب رايح جاي في الدوري 2-1 و1-0، وطبعا اخيرا في مباراه الكاس في بدايه الموسم نادي بيراميدز خرج النادي الاهلي من دور الثمانيه السنه اللي فاتت برضو بهزيمه 1-0. بالتالي مفيش فريق في التاريخ قدر يكسب النادي الاهلي ثلاث مواجهات متتاليه. ما اعتقدش حد يفتكر الاهلي خسر ثلاث مواجهات متتاليه من نفس الفريق، كانت صعبه جدا. للمواجهه الرابعه اللي شفناها امبارح، مواجهه امبارح كان فيها عامل اساسي مهم قوي في بدايته. ايه هو؟ غياب عبد الله السعيد عن نادي بيراميدز. بنتكلم على بلاي ميكر رقم 1 في الفريق، وعايز اقول رقم مهم قوي احفظوه عشان ده هبني عليه التحليل بعد كده. مباريات نادي بيراميدز سواء مع دوسابر او انتي تشاتشيتش دايما الفريق بيعمل عدد باصات مش اقل من 550 باص. ركزوا جدا في الرقم ده عشان يبين لنا الفريق دايما بيعمل البيلدينج اب بتاعه على الارض. كل ما شاف التشكيل بتاع انتي تشاتشيتش افتكر ان الفريق هيلعب بطريقه اقرب الى 4-4-1-1 ويحط اسلام عيسى تحت جون انتوي، ويبقى ده الشكل الهجومي للفريق. النادي الاهلي طبعا اكيد ريني فايلر بيلعب بالاسلوب المعتاد بتاعه، حتى المطالبات بان اليو بادجي يبدا المباراه باءت كلها بالفشل، وما زال الراجل مقتنع تماما بالدور اللي بيلعبه مروان محسن. تتفق تختلف عليه، مروان محسن هو المهاجم الاساسي للنادي الاهلي في مباريات سواء في الدوري او في افريقيا. وبالتالي في بدايه المباراه شفنا الملعب في الشكل اللي انا رسمه ده بالظبط بالظبط، حتى انا حاطط اللاين ديفنس بتاع كل فريق في الحته اللي كان بيلعب فيها. تخيلوا الفرقتين بيلعبوا في ال 40 متر دول، وكان الموضوع كان خنيق جدا جدا. البدايه كانت حماسيه جدا مع النادي الاهلي والكره كانت معاه، لكن اول ما شفنا المباراه شفنا ان اندي تشاتش لعب 4-1 دونجا، وحاطط قدامه 2 اكرم توفيق وعمر جابر، ورامي اسلام عيسى قدام رجب بكار، وادينا المفاجاه في الناحيه الشمال بتاعته اللي هي الناحيه اليمنى للنادي الاهلي. ليه بقى؟ طارق طه اللي هو اوريدي بيقعد على الدكه كتير جدا السنه دي بدا بيه هو الباك الشمال، ومحمد حمدي الباك الشمال بتاع الفريق لعبه قدامه كوينجر، وهو طبعا ملوش اي واجبات هجوميه. ليه كان مهم جدا هو يقفل الجبهه دي قدام احمد فتحي وقدام من يقابله سواء حسين الشحات او جوني اجاي، لان احنا عارفين ريني فايا دايما بيشفت ما بين التو وينجاد بتوعه طوال المباراه. وبالتالي المباراه كانت مخنوقه. النادي الاهلي اللي متابعه ومتابع ريني فايا في الماتشات المقفوله او فرق بتلعب معاه زون ديفنس، في لعبه معتمد بيلعبها كل مره. ايه هي؟ لما النادي الاهلي بيبقى عنده كره ثابته او ضربه ركنيه، لو ارتدت الكره الثانيه هنا اهو دايما بيحط 2 لعيبه، اول ما الكره بتوصل عند الوينج على طول بيعكسها للوينج على الناحيه الثانيه، بيبقى الفريق اللي قدامه طالع بيكشف مسار التسلل وبيلعب بشكل نارو، فبالتالي بيسيب المساحه دي. نفتكر هدف حسين الشحات الاول في ماتش الهلال السوداني 2-1 هنا في مصر، نفتكر هدف قفشه في الهلال السوداني في السودان، وشفنا امبارح اجايب الكره بتتلعب له من حسين الشحات لما كان هو الوينجر الشمال بنفس الطريقه بالظبط، طريقه معتاده من ريني فايا عشان يكسر بيها الدفاع. دي كانت البدايه مع النادي الاهلي عشان يحاول يكسر بيها التكتل الدفاعي عند نادي بيراميدز. نادي بيراميدز انا قلت لكم في بدايه التحليل افتكروا الرقم ان هو دايما بيعمل باصات 550 في المباراه، يعني الراجل بيعمل بيلدينج اب. تخيلوا عدد التمريرات اللي بيعملها. امبارح الشوط الاول نادي بيراميدز ما عملش زيرو هجمات على محمد الشناوي، عمل 30 كره طوليه من الخلف للامام، عدد كبير جدا. الفريق بيعتمد ما كانش بيطلع بنص الملعب خالص، مش عارف الفريق كان عاجز ليه. اسلام عيسى طبعا لعيب كبير وكل شيء، لكن استحاله يقدم نفس الدور اللي بيقدمه عبد الله السعيد، مستحيل ما يقدرش. وطبعا الضغط بتاع علي معلول عليه كان دايما بيمنعه ان ياخد الكوره، وبالتالي عدد الكرات اللي استلمها اسلام عيسى في الشوط الاول 6 كرات فقط، البلاي ميكر الاساسي بتاعك. وبالتالي ده يفسر لك ليه الفريق لعب 30 كره طوليه معظمها راح لدفاع النادي الاهلي او راح لمحمد الشناوي، وبالتالي نادي بيراميدز ما كانش عنده ولا فرصه على مرمى الشناوي. النادي الاهلي في بعد ما نادي بيراميدز طبعا كان عنده مشكله لما عمر جابر اتصاب بقى في فراغ، حاول انتي تشاتشر ان هو يسده وقدر يكمل بيه الشوط. كل محاولات النادي الاهلي في الشوط ده كملت بس من عن طريق اطراف في
الكرات العرضيه ما كانتش متقنه خالص. احمد فتحي ما كانش مركز في الكرات العرضيه في الشوط الاول. وتاني انا طبعا اتكلمت في الحته دي كتير جدا، بس اكيد طبعا دور مروان محسن في حته انه يبقى مهاجم صريح لوحده ما بين اي اتنين مساكين، حتى لو بنتكلم اتنين مساكين، علي جبر ربما يكون بطيء شويه لكن علي جبر واحد من افضل المساكين في مصر، واحمد ايمن منصور اسرع منه. طبعا كان صعب جدا على مروان هو يقدر يهرب منهم. ليه؟ مش سريع. وتاني بكررها، مروان محسن افضل حاجه له مع النادي الاهلي انه يبدا على الدكه، ولما الدنيا تتزنق تنزله جنب مهاجم صريح، فتلعب باتنين وتلعب كرات عرضيه زي ما شفنا السنه اللي فاتت مع ماتش الجونه. كل متابع ترند يلا كوره انا قلتها فوق 100 مرة. ايا كان الشوط الاول خلص 0-0 وجه الدور لعلي جبر، واحد من افضل مدافعين في مصر في الوقت الحالي، افضل هيدر بصراحة في الكرات الثابتة. نفتكر الموسم اللي فات جاب هدف الانتصار عن الزمالك، وامبارح الفرصتين اللي جم لنادي بيراميدز في الشوط الثاني بتوع علي جبر، واحدة جابها جول والتانية بصراحة حطها بيرفكت في الزاوية السفلى لمحمد الشناوي اللي عمل افضل تراي بصراحه، ونقطه كانت كره نقطه تحول للنادي الاهلي في الشوط الثاني. طيب الشوط الثاني بقى لما الدنيا النادي الاهلي لقى نفسه متاخر بالهدف، ريني فاجر عمل حاجه حلوه قوي لما نزل وليد سليمان واليو بادجي مع بعض. انا بحب الحركه دي جدا. ليه؟ الحركه دي بتدي المنافس ان انا نازل اهاجم، وبدا خلاص النادي الاهلي يبدا يستحوذ بسبب هذا السوبرمان اللي عنده في نص الملعب اليو ديانج. اليو ديانج افضل لاعب، مش هقول هاف ديفندر، افضل لاعب خط وسط في مصر حاليا اليو ديانج، بمسافه بعيده عن اي منافس له، بسبب ان هو اللعيب خط الوسط الوحيد اللي بيلعب كوره طوليه للامام. امبارح اليو ديانج عمل 44 تمريره، كان منهم طوليه 34%، يعني عمل 16 تمريره طوليه للامام. عمل كام باك باس بقى، عمل كام تمريره للخلف للدفاع او لحارس المرمى؟ ستة تمريرات بس من 44 تمريرة. ده يبين لك ان هو عقلية هجومية، لعيب قوي جدا. وحركة برضو حلوة قوي لازم تشوفوها في اليو ديانج، لما بيجي يستلم الكورة بيعمل فنت بجسمه عشان ما يستلمش الكورة وهو مواجه لمرماه. يعني لو الكورة جاية له كده هو وشه لمحمد الشناوي، هتلاقيه عمل فنت عشان يخلي الكورة تعاد تبقى قدامه وياخدها وينطلق. دي واحدة من النقط المهمة جدا اللي بيعملها اليو ديانج عشان يسرع من عملية نقل الكورة من الدفاع للهجوم، وشفناه بيكمل امبارح بشكل جيد. الحل بقى جه عند النادي الاهلي امتى عشان يخترق دفاعات نادي بيراميدز؟ من حاجتين طبعا، من الكرات الثابته شفناها في الهدف والتكميه طبعا بتاعت اليو ديانج، ولما كهربا بقى دي نقطه مهمه جدا لازم اتكلم عليها. لما كهربا نزل واليو بادجي نزل، مين اللي راح على الطرف؟ اليو بادجي اللي راح على الطرف. مين اللي لعب في القلب؟ كهربا. الكره بتاعت الكورنر اللي طبعا حصل عليها الازمه اللطيفه الظريفه اللي في الاخر دي، وقعدنا نتكلم اصل الكره الثانيه ومش الكره الثانيه والكورنر ومش الكورنر والكلام ده، سيبكم الكلام ده كله، تعال نشوف كهربا عمل ايه. هو لعب خمس دقايق بس، وبخلاف اربع دقايق وقت بدل لعب 9 دقايق. الراجل جات له الكوره كده من ورا المدافع، سرق وحط جسمه، وكان الكوره دي لو طويله سنه كان كهربا حط المدافع في ظهره وخدها قدامه وانفرد. هياخد حاجه من اتنين، لا يجبر المدافع ده انه يعمل معاه ركله جزاء، او ياخدها ينفرد برمامه ويجيب الجول. ده بسبب ايه؟ بسبب السرعه. راجل قدر ياخد الكوره بشكل جيد وقدر ان هو يهرب. اتعمل كتير شوط اول بس مروان ما يقدرش يعمل الحته دي. مروان عايز الكوره تبقى جوه منطقه الجزاء عشان يحط الهيد، عشان يعمل الفولو بالشوطه، هو ده يقدر يعمله. ما يقدرش يعمل الادوار اللي خارج منطقه الجزاء، تقل الجسم ما يسمحلوش ان هو يعمل ده، وبالتالي النادي الاهلي كسب من لعب كهربا هو اللي في قلب الملعب. وطبعا الكوره كملت بقى لغايه لما شفتوا الدراما اللي في النهايه. المباراه كانت تكتيكيا عاليه جدا، لكن فايلر اثبت ان هو بيقدر يتعامل مع مثل هذه المباريات، وعمل مباراه جيده في الشوط الثاني، وقدر ان هو يكسر الحاجز النفسي مع نادي بيراميدز بعد 3 هزائم السنه اللي فاتت. اول انتصار للنادي الاهلي على نادي بيراميدز. النادي الاهلي بيكمل مشواره 13 انتصار على التوالي عشان خلاص ريني فايلر يكسر رقم بون فرير، ويبقى على بعد 4 انتصارات فقط من الرقم القياسي لمانويل جوزيه 17 انتصار. الف مبروك للنادي الاهلي الانتصار، وطبعا متربعه منفردا على صداره الدوري. هارد لك لنادي بيراميدز اللي لعب مباراه دفاعيه ممتازه. هجوميا كان وحش، انما دفاعيا كانت مباراه ممتازه. وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده من ترند يلا كوره الاسبوع الجاي. شكرا جزيلا كريم صحيح.